سمك فيليه، ثوم وزبده وليمون ودقيق، وعندي عصير برتقال، وعندي كمان مستردة، وبشر الليمون بتاع الليمون ده هبشر كده الجزء اللي من بره، مش هوصل للجزء الابيض عشان ما يمررش، وعندي شبت وبقدونس وزيت زيتون او زيت عادي على حسب اللي موجود وملح. تمام، تعالوا بقى ايه، هنسخن الطاسه كده كويس قوي، وهرمي مكعب كده زبده كده مع شويه زيت. تمام اهو، هقوم كده ايه موزعاه كده، وهبدا ان انا اجي عندي دقيق، هبدا اجيب السمك الفيليه بتاعي هعفره في الدقيق اهو، هعمل له تعفيره كده في الدقيق. ليه بعفره في الدقيق؟ عشان انا عايزه اشوحه او احمره تحميره، فلو حمرته كده هيتهري معايا، فالدقيق هتعمل له طبقه شويه، ولازم يبقى الطاسه سخنه والزيت والزبده سخنوا اللي انا حطيتهم، عشان كده حطيت شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش قوي لما تسخن اهو. بصوا، ويفضل السمك دايما انا بقولها، لما تعفروا حاجه بالدقيق لازم الحاجه دي تبقى ناشفه، سواء سمك سواء لحمه سواء فراخ، ما ينفعش تبقى مثلا مبلوله كده بميتها وبعد ما انا غسلاها او ايا كان واقوم حطها في الدقيق هتعمل معايا عجينه، فمش هتبقى حلوه خالص. خدوا بالكم الموضوع ده كويس قوي. بصوا السمك عندي ناشف متصفي كويس، وبقوم جايبه ورق مثلا مطبخ كده ومطبطبه عليه منشفاه كله من اي سوائل. النقطه دي مهمه قوي، لان هي لو موجوده هتعمل عجينه ومش هتخلي السمك احسن حاجه، ولا اللحمه ولا الفراخ، يعني خدوا بالكم من النقطه دي عموما في العموم. جنى صباح الفل. جنى ازيك؟ صباح الخير. صباح الفل حبيبتي، عاملة ايه؟ بخير، سمعتي بخير حبيبتي، تسلميلي، الله يخليكي، تسلمي حبيبتي. انا معاكي يا جنى، سامعاني؟ عايزة طريقة الكرواسون. الكرواسون؟ حاضر، عينيا. بصي، العجينة المورقة دي افضل، يعني عايزاكي تفتحي مثلا اليوتيوب وتكتبي العجينة المورقة الطبق طبقنا، اتفرجي على الحلقة دي، لان هي ليها تفاصيل كتير جدا، مهما هشرحها لك بالكلام مش هيوصلك الموضوع، فمحتاجة ان انت تشوفي الخطوات احنا عملناها ازاي وطبقناها ازاي ووصلنا للمرحلة ان هو يبقى كرواسون مورق وطلعنا منه باتيه وكرواسون والحاجات دي. فافضل لو انت عايزة يعني تعملي كرواسون مورق، بصي على العجينة المورقة اللي احنا عملناها، لان هتحسي فرق رهيب، لازم تتفرجي عليها. ماشي؟ حاضر. ماشي يا حبيبتي، شكرا ليكي، شكرا شكرا. بصوا انا كده بشوح السمك، عفرته بالدقيق زي ما انتوا شفتوا، وحطيت مكعب زبده كده وشويه زيت. تمام، وهبدا اهو بحمر السمك. بصوا انا عايزه احمره يبقى اللون الذهبي ده، عمري ما هوصل للنتيجه دي لو انتوا مش معفرين السمك بالدقيق، هيبقى مهري معاكم، ولازم الطاسه تبقى سخنه، يعني ما سيبوش كتير. بصوا اهو انا عايزه التحميره دي، شايفين السمكه ماسكه نفسها متحمره حلو في الدقيق، وفي نفس الوقت الطاسه سخنه، وما اشيلهاش غير لما اتاكد ان هي اتحمرت، يعني ما اقعدش اقلب فيها لحد ما يتهري، لازم اتاكد ان الوش ده اتحمر، ما افضلش بقى اقلب فيهم رايح جاي كده، هو تقليبه واحده اهو. هبدا بقى ايه اشوفها كده اهي، دي هسيبها شويه عشان ايه لسه الباقي ما اتحمروش قوي، ما اقعدش اشيل فيها كل شويه. خلاص هحضر كده طبق جنبي، وهبدا ان انا احط السمك اللي هيطلع عليه. تمام، هبدا عايزه اشوح السمك كله واديله تحميره حلوه، وبعد كده هبدا ان انا اطلعه على طبق عشان اعمل الصوص في نفس الطاسه اللي احنا محمرين فيه السمك. اهم حاجه، اهم نقطه اللي انا قلتها لكم دي، لازم تنشفوا السمك كويس قوي من اي سوائل، حتى لو بعد ما بتغسلوه او حاجه بتسيبوه ينشف يتصفى خالص، ومناديل المطبخ اللي هي تقيله شويه دي بتفضلوا تطبطبوا عليه تشيلوا اي سوائل، بتشفط اي سوائل منه خلاص، وبعد كده تعفروه بالدقيق، ما ينفعش خالص يتعفر وهو فيه سوائل. سما صباح الفل.
هشيل واحده واحده كده عشان مش عايزه اهري السمك. يا سما ازيك؟ الو. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله دايما يا رب حبيبتي. ايه، انا معجبه بحضرتك جدا. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي. ايه، عايزه طريقه عمل الكيكه الساده. حاضر، هقول لك كيكه الفانيليا. عينيا. حاضر يا حبيبتي، ماشي، شكرا يا حبيبتي. عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا يا حبيبتي، حاضر. بصوا ما استعجلش عليها، انا عايزه تتحمر كويس، تمام؟ من غير التعفيره بتاعت الدقيق هتلاقوا السمكه اتهرت معاكم، اتهرت خالص، ما عرفتوش تمسكوها. واحده واحده كده بقوم شايله السمكيه، وانا ابقى حريصه كده وانا بشيل السمك عشان هو هيبقى حساس جدا، فانا مش عايزه اهريه. اهو تمام. بصوا بقوم قلبه كده بالشكل ده اهو. سارة، صباح الفل. ازيك يا سيف؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله والله، كله زي الفل، كله جميل. انا بحب حضرتك موت والله. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، تسلميلي. وبحب اتفرج عليك على طول. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي، اهل الشرقيه الجمال، سلامنا ليهم. انت جميله اصلا وبحبك والله. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. قولي لنا، طب عامله اكل ايه النهارده؟ بعمل الوصفات اللي انت بتعمليها. طيب، الف هنا حبيبتي عليكي، الف هنا، تسلم ايدك في اي حاجه بتعمليها.